تيقولوا نصرات تخو سي تخو، لان المواطن ملي كتزادوا في هذا الشيء كل شيء راه اللي كياخذ جوج دريال راه غادي خصو يزيد 10 دريال باش يكمل هذيك جوج دريال ديالو. يعني المفروض انه مثلا الحكومه تلقى واحد التخريجات، واحد الحلول، واحد الامر مبسط اللي تبعنا تكميتها البسيط، غير تهبط من المحروقات. شي هبطنا من المحروقات لواحد المستوى مزيان والدعم الدوله للمحروقات غادي تهبط الاسعار ديال بزاف ديال الحاجات. علاش؟ لان هي مرتبطه بهذ الكميوات ومرتبطه بالسلعه، السلعه كتجي ما كتجيش بالكلارس، كتجي بكميوات. لان شتي مثلا غير الثمن ديال المحروقات في الدار البيضاء ماشي هو في الداخل في البنقرير ولا في، لان شحال ما كتزيد الكيلومتراج شحال ما كيتزاد الثمن، لان مرتبط بداك النقل اللي كيديه. يعني على الاقل تعاون النقل مرتبط بالطالب، مرتبط بالطالب راه سي فغي. يعني نحاولوا ما امكن ان كيف ما قلت قبيله رمضان جاي نراعيو المواطن شويه. حنا ما كنقولوش انه راه كنتوما هادشي اش عرفونا ضد يعني اكثر منكم نتوما، ولكن حنا راه اكثر منا. يعني نتوما تراعيو المغاربه في هذا الجانب باش ما يبقاش كلشي ما يتضررش، ولكن خاصو يدعم. راه خاص حتى دوك الناس الاغنياء والملياردير اللي عندهم فلوس يدخلوا يعاونوا شويه، يعاونوا هذا الصندوق ديال الدوله، لان صندوق المقاصق نقصوا قتلوا بن كيران راه شيء طبيعي وقع هادشي. راه هادشي كما قلت قبيله راه الثمن اللي كتدفعوا الحكومه دابا، اللي كديروا الحكومه دابا، راه ناتج من السياسه القديمه اللي كانت من قبل اللي دارتها العداله والتنميه. هذه جوج ديال جوج دورات انتخابيه. راه ملي كتقتل انت الحكومه قتلت الصندوق المقاصه وقتلت التعليم، بانه ملي كتولي المعلم كتولي انه مجرد انه ما كيترسمش كيولي غير تابع، ديال انه عاد باش العمليه ديال انه الموظفين ملي ما بقيتش كتوظف كتولي تابع لشركه، وشركه كتخلص بثمن واللي خدام كيتخلص بثمن قل. راه هنا كنبان بان كاين خلل خلقته الحكومه اللي كان من قبل. يعني هذه يلا بدات مساله ترابطيه، مساله ترابطيه، لان هذه حنا خصنا نعطيو شويه ديال الوقت باش يعالجوا المشكل، ولكن يحاولوا يوجدوا حلول ترقيعيه ونسبيه في الدعم. رمضان جاي عاونوا الناس باش الناس ما تضرش، الناس راه ما عندهاش حل. اكيد عاونوا الناس باش الناس تبقى داخله سوق راسها وتعاود ما تمشي الناس. شيء طبيعي ان كاينه ازمه في المغرب، شيء طبيعي ان كاينه زياده في الاسعار. انا نبغي غير المغاربه كاملين ما يطيحوش فخ ديال اننا وبعض المؤسسات بحال الناس اللي معارضين والناس اللي عندهم اهداف سياسيه يستغلوا هذا الظرف ويركبوا عليه باش يخدموا مصالح ديالهم الخاصه. كنظن بان المسج ديالي غيكون باين وواضح. انا ما ندخلوش الجانب السياسي بما هو عنده علاقه بالمواطن المغربي. حنا كنا مع المواطن المغربي، ولكن ما نخليوش بعض المنظمات وبعض المؤسسات اللي عندها اهداف سياسيه ومدعمه من برا انها تستغل هذه الظروف هذا باش تخلق لنا ازمه في المغرب. تمام. انا كنقول نعطيو فرصه للحكومه، ولكن الحكومه هي خصها تحمل مسؤوليتها وتبين للمغاربه باننا حنا معاكم.